انسداد الأذن بالشمع، كيفية علاجه وطرق الوقاية منه. انسداد الأذن الشمعي يحدث لعدة أسباب، ومن أهمها اعتقاد البعض أنه من الصحيح تنظيف الأذن بأعواد القطن، وذلك لأن شمع الأذن هو مادة مضرة وغير مستحبة وليس لها أهمية. ولكن الحقيقة غير ذلك، فهناك فوائد مهمة لشمع الأذن، وطريقة تنظيف الأذن بهذه الطريقة قد تعرضك لعدة مشاكل، أهمها انسداد الأذن بالشمع، وهذا ما سنشرحه بالتفصيل. ما هو شمع الأذن ومن أين يفرز؟ الأذن الخارجية للإنسان تنقسم إلى جزئين، الثلث الخارجي منها غضروفي وفي الباقي عظمي، ويوجد بالجزء الغضروفي غدد دهنية وأخرى عرقية، حيث تفرز الغدد الدهنية مادة دهنية لزجة، أما العرقية تفرز مادة أكثر سيولة، ويعتبر شمع الأذن خليط من إفرازات الغدد الدهنية والعرقية وخلايا الجلد الميتة معا، فهو مادة شمعية صفراء ذات قوام لزج، وقد يكون رطب وقد يكون صلب، ويختلف نوع وكمية الإفراز من شخص لآخر باختلاف الجينات كاختلاف لون الشعر والطول. أهمية وفوائد شمع الأذن. قد يستغرب البعض من وجود أهمية لشمع الأذن، ولكن في الحقيقة له وظائف دقيقة وهامة جدا، وهي تنظيف الأذن من الأتربة والغبار والشوائب التي تعلق بالشمع نفسه، ومع الوقت يتم طرد هذه المادة الشمعية من الأذن بشكل طبيعي. حماية الأذن الخارجية للإنسان من الحشرات والأجسام الغريبة التي تدخل الأذن بما يحتوي عليه من مكونات، وأيضا حماية طبلة الأذن مما قد يؤذيها. كيف يحدث انسداد الأذن بالشمع؟ يحدث انسداد الأذن الشمعي لعدة أسباب، وهي زيادة إفراز الغدد الدهنية والعرقية الموجودة في قناة الأذن الخارجية نتيجة إثارتها بجسم غريب أو التهابات في الأذن أو عوامل وراثية. تراكم هذه الإفرازات وعدم خروجها من الأذن أهم الأسباب. هو التنظيف الخاطئ للأذن عن طريق العيدان أو الصوف التي تدفع الشمع إلى الداخل أكثر. من أسباب انسداد الأذن الشمعي هو صغر حجم قناة الأذن الخارجية مقارنة بالإفرازات، والتنظيف الخاطئ للأذن كما قلنا، إضافة إلى دخول الماء في الأذن أثناء السباحة والاستحمام، يعمل على زيادة حجم شمع الأذن ويحدث انسداد الأذن. ما هي أعراض انسداد الأذن الشمعي؟ من هذه الأعراض طنين في الأذن، ونقص وضعف في القدرة السمعية، الإحساس بالامتلاء في الأذن، وآلام حادة مع الحكة. مضاعفات انسداد الأذن بالشمعة هو عند الشعور بعدم الارتياح والحكة الشديدة مع الألم المتكرر في الأذن. يجب عليك مراجعة الطبيب، لأن إهمال انسداد الأذن بالشمعة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب الأذن الوسطى، فقدان السمع، والوقاية من انسداد الأذن بالشمع الزائد. من الضروري فهم أن الأذن تقوم بتنظيف نفسها تلقائيا، وذلك لأن حركة نمو وتبديل خلايا الجلد الموجودة في الأذن تكون نحو الخارج فتطرد القديم. ونجد أن الله تعالى قد خلق الأذن بشكل فريد يساعد على تنظيف الأذن بنفسها، كما نجد أن حركة الفكين أثناء الكلام والأكل والشرب تساعد في تنظيف الأذن لنفسها في دفع هذه الكتلة الشمعية للخارج، ولكن هذه الحركة تتصف بأنها بطيئة، وينبغي عدم استخدام الأعواد في تنظيف الأذنين، فلا حاجة لذلك، بل يضر أكثر مما ينفع، ويمكن فقط تنظيف صواني الأذن والمناطق الغضروفية.